إلى جانب مواجهتهم للميليشيا، يخوض أفراد من الجيش الوطني معركة أخرى تتعلق برواتبهم وحقوقهم التي لم تصرف منذ نحو 7 أشهر كما يقولون. أين الرواتب يا شرعية؟ كان هذا السؤال الأبرز الذي حملته الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام مبنى القصر الجمهوري بمحافظة مأرب. سؤال طالما تكرر كثيرا، لكن تبقى الإجابة عنه كما يبحث عنه هؤلاء المنتمون للواء المجد الذين ناشدوا بدورهم الحكومة لتسوية أوضاعهم داخل المعسكر. نحن من اللواء أفراد المجد ونطالب حقوقنا ومرتباتنا وصرف معاشاتنا ومستحقاتنا بالكامل. صرفوا القيادة والمقدشي صرف القيادة وهم قاموا بصرف المرتبات للذي في البيوت واصحابهم الذي ما قد وصلوش ما يعرفش كيف استعد المرابطين والمقاتلين واللي في جبهات القتال واللي في كل منطقة لم يسلموا لهم أي راتب ولا أي حق ولا معاشات لا سلاح لا تغذية لا ميريات لا أي حاجة صرفوا لهم. ولا يبدو الوضع مختلفا في تعز، حيث نظم ناشطون وإعلاميون وقفة تضامنية مع أفراد الجيش الوطني للتنديد باستقطاع جزء من رواتبهم دون مبرر. اليوم المكونات الشبابية الإعلاميين الناشطين خرجوا جنبا إلى جنب مع أفراد الجيش الوطني ضد الاستقطاعات من رواتبهم، ضد الخصومات الغير مبررة والغير شرعية من قائد المحور وقادة الألوية الأربعة في تعز. الوقفة طالبت الحكومة أيضا بضرورة منح الحقوق للجنود والشهداء وجرحى الجيش والمقاومة، وتحديدا من سقطت أسماؤهم من كشوفات الرواتب. وتعد مشكلة عدم تسليم رواتب الجيش الوطني واحدة من أهم القضايا التي لا زالت تنتظر الحلول من قبل الحكومة الشرعية.